يقود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي فرسان الفريق الملكي للقدرة مشاركة الفريق في بطولة العالم للجيات 8 سنوات والتي ستقام في إسبانيا بمشاركة كبيرة من فرسان العالم لمسافة 120 كيلومتر. نعم، حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على قيادة التدريب الأخير للفريق فور وصوله إلى قرية القدرة بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الفحص البيطري للبطولة الذي أقيم في القرية بمشاركة فرسان الفريق الملكي. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن بطولة العالم للجياد الصغيرة تمثل أهمية للفريق الملكي وتأكيدا على مكانة القدرة البحرينية وتطورها المستمر بتواجدها الدائم في أكبر البطولات بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي تحققت في الفترة الماضية وساهمت بالتواجد الدائم بجدارة واستحقاق في المحافل العالمية. أوضح وهو أن القدرة البحرينية حققت العديد من المكاسب خلال الفترة الماضية وتواجد الفريق الملكي في بطولة العالم امتدادا للنجاحات التي سجلتها هذه الرياضة في المحافل الأوروبية، وكان آخرها الفوز ب3 ألقاب متتالية في الموسم الحالي انطلاقا من بطولة وينسر ومرورا بلقب بطولة مونتالسينو بإيطاليا ثم بطولة سلوفاكيا الدولية، لتؤكد رياضة القدرة البحرينية مكانتها المتميزة على الساحة الأوروبية. أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذه المحطات التي حققها الفريق في الأشهر الماضية ستكون دافعا كبيرا لتحقيق النتائج المرجوة والأهداف خلال هذه البطولة المهمة التي ستعطي الفرسان خبرة واسعة وستزيد من الاحتكاك والانسجام في ظل مشاركة الفريق الملكي بعناصر شابة قادرة على حمل لواء القدرة البحرينية في المستقبل، مبينا سموه إلى أنه حريص على دعم الفرسان الشباب وتشجيعهم، متمنيا سموه للفريق كل التوفيق والنجاح.